هات السكينة واذبح الفرخة قبل ما تفرفر. مين مننا ما سمعش الجملة دي قبل كده؟ يعني النهاردة مواطن سويسري مقيم في مدينة مرسى علم، ببساطة مربي فرخة فوق السطوح، لكن الفرخة بتاعت المواطن السويسري دي أصيبت بكسور وقعت في الأرض، لكن ما يحمله هذا الرجل من رحمة وشفقة بداخله جعلته يحملها إلى أقرب مستشفى، وينتهي به الأمر إلى طبيب بيطري ويتوسل إليه أن ينقذ حياة الفرخة وكأنها ابن من أبنائه. تعجب الطبيب لأنه معتاد على عادات من البشر الذين لا يعرفون معنى الرحمة. أمام توسلات الرجل قرر الطبيب عمل عملية جراحية للفرخة وتركيب شرائح ومسامير بتكلفة 7000 جنيه. كان بإمكان هذا الرجل السويسري فعل أي شيء بهذا المبلغ، لكن الرحمة التي في قلبه لا يضاهيها ثمن، الرحمة التي لا تعرفها القلوب المتحجرة. لنا لقاء الآن مع الطبيب المصري الذي قام بإجراء العملية الجراحية للفرخة. عرفنا بحضرتك يا دكتور. اتفضل. مساء الخير دكتور محمد، دفعة 2017، خريج جنوب الوادي. دي عيادة المتواضعة، عيادة جنجل البيطرية. الحكاية باختصار يعني ان اونر كان عشان عنده قطة وكلب بيزورنا يطمن عليهم، ياخدوا تحصيناتهم، لو فيهم اي مشكلة يجي لنا. ففي يوم اتصل بيا وقال لي انا عندي فرخة يا دكتور، هو الفرخة دي مربيها على اساس انه حيوان اليف، مش على اساس انه يستنى منها اي انتاج اذا كان بيض او لحمة. يعني هو خيار الذبح ده حاجة مش مفضلة بالنسبة له. الفرخة وقعت من فوق، جابها لنا دايركت ما تأخرش، وجابها لنا كمان على انها طوارئ، يعني ما جاش في وقت العيادة، جابها على انها طوارئ. جالنا شفنا فرخة فحصناها، طبعا بعد ما خدنا الهيستوري كامل منه، كل البيانات منه عن الحالة. هو جاي منين بالظبط؟ جاي من مرسى علم، هو مقيم في مرسى علم من هنا، هو محب لمصر ومحب للحيوانات، فبيحب يعيش في مرسى علم هناك، وهو مقيم هنا، يعني بينزل سويسرا مثلا مرتين او ثلاثه في السنه وبيرجع يبقى في مصر. هو مربي الفرخه دي عنده كحيوان اليف وسايبها فري في البيت براحتها، تتحرك تروح تيجي وليها مكانها اللي بتاكل فيه، وعامل لها مكان مخصوص اللي هي بتبات فيه. بعد ما جالنا لما شفناها لقيناها ان هي فيها فعلا كسر في الرجلين بالفحص، حبينا نتاكد، عملنا اشعه لان ان في كسرين في كل رجل، كل رجل فيها كسر. طيب ناقشنا معاه الخيارات المتاحه لينا، قلنا له ان عندنا احنا كمسلمين او كمصريين خيار الذبح بيبقى في الحالات دي هو الخيار الاقرب، يعني لان دي يعتبر حاجه اقتصاديه، كحاجة احنا بناخد منها لبن او بيض او انتاج عموما يعني، او لحمة اي انتاج، فيعتبر كطب اقتصادي اكتر منه كطب كرحمة يعني. لان خيار الذبح بالنسبة له حاجة مؤلمة للحيوان، هم عندهم الاعتقاد ده ان انا ما اذبحش الحيوان، بس انا ممكن اعمل له حاجة اسمها هومينلي يوثانيزيا، يعني انا بدي له حقنة فيها موت رحيم، موت انساني، جرعة تخدير زيادة، وهو القلب بيقف وبيموت حيوانه وبيستريح من الألم. هو كل غرضه في الحكاية دي إن هو ما يلمش الفرخة بتاعته. هو رفض الخيارين وقال إن الخيارين دول أنا مش عايزهم، ورفض كمان الخيار الثالث. الخيار الثالث اللي هو أنا ممكن أعمل جبيرة خارجية من بره، يعني ممكن أجيب الرجل، مش جبس، لا ده أنا ممكن بثبت الرجل بس بحاجة من بره عشان أضمن وضع الرجل واسيبها على كده. بس المشكله ان الرجلين هم اللي متاثرين، يعني مش واحده بس، المشكله ان الاثنين هم اللي فيهم المشكله. طيب الراجل سالني، طيب هل ممكن يا دكتور هتبقى كويسه وتجري كويس وتمشي زي الاول ومفيش اي مشكله؟ قلت له لا طبعا، هو التثبيت الخارجي مش زي التثبيت الداخلي، زي تثبيت الشرايح والمسامير. قال لي طب يا دكتور هو مش ينفع نعمل العمليه، نعمل بون سيرجري ليها؟ انا بصراحه لما هو قال لي كده انا اتفاجئت، يعني لان احنا عمر ما حد سالنا مثلا او حطينا في بالنا ان احنا ممكن نعمل عمليه الفرخه. انا شفت عمليات كتير كانت لينسور وببغاوات والحاجات اللي هي الغاليه اللي بتوصل ثمنها ل 50000 وما فوق، فبيعمل له عمليه هزار، الحاجات دي بتبقى نادره وحاجات بتبقى غاليه، انما الفرخه لا، ما شفتش قبل كده، يمكن في بلاد بره بتتعمل فعلا وانا بشوف في بلاد بره، انما في مصر هنا او في الخليج برضو عموما صعب ان حد يعمل عمليه الفرخه. طيب نعمل ايه؟ قلت له طيب اديني يومين بالظبط اسال زمايلي
من مصر ومن بره مصر في دول الخليج، لانهم هم عندهم المعرفه وعندهم القدره على الحكم على الطيور، لانهم بحكم خبرتهم انهم بيتعاملوا مع كتير يعني كنسور او كابوم او كباب غوات وبيعملوا عمليات كتير. قال لي خلاص تمام، وانا عندي دكتور اعرفه برضه هناك في سويسرا، انا ممكن اديله رقم حضرتك واكلمك. كلمت فعلا الدكتور على التفاصيل العمليه نفسها، على تفاصيل التغذيه، على تفاصيل العنايه بعدين بعد العمليه. فكلهم ابدوا استعدادهم للتعاون، يعني كلهم ابدوا استعدادهم ان احنا لا نعمل عمليه. برضو الدكاتره اللي في مصر واللي في جوه مصر ما تاخروش، الاثنين ادوني كل المعلومات اللي هي ممكن تفيدني، وانا بنفسي برضو قعدت ادور واعرف كل التكنيكات اللي انا ممكن اعملها في العمليه، واللي انا اتجنبه، واللي انا اعمله، واللي انا ما اعملهوش، وفتره النقاهه بعدين اللي بعد العمليه. برضو الحاجه اللي احنا عملناها دي، ده مش مننا، مش استعراض عضلات او ان احنا لا احنا ال 7000 مثلا دي كنا عملنا بيها حاجه، لا هو ما بيبصلهاش بناحيه كده، هو بيبصلها بناحيه انسانيه لحيوانه اللي هو مربيه، مش بيبصلها لا بفلوس او كحاجه اقتصاديه او كأنا ممكن اشتري زي الناس ما بتقول 100 فرخه بال 7000 ولا 200 فرخه بال 7000، فهو ما بيحسبهاش كده. المهم خدنا قرار العمليه، قررنا نعمل عمليه، جهزناها للتخدير طبعا بعد ما عملنا التحليل ليها، طلعت كل حاجه كويسه، هي مشكله بس في الكسور. استعنت باثنين اصدقائي من الدكاتره، يعني يرجع لهم الفضل برضو بعد ربنا، مش بس انا، يمكن انا اللي في الوجع عشان انا صاحب العياده، انما برضو هم ليهم الفضل، والكل اللي ساعدني وكل اللي قال لي على معلومه انا استفدت بيها وانا طبقتها في العمليه. العملية بدأنا فيها أخذت تقريبا ساعتين إلا ربع، لأن كانت العملية في الرجلين، كنت لازم أعمل الرجلين مع بعض لأني مضمنش بعدين هل ممكن العملية يحصل فيها لا قدر الله مشاكل أو أنا ما أقدرش أخدرها تاني. فعملنا العملية الكسرين في نفس الوقت وخليناها معانا لمدة يوم، تابعنا الوظائف الحيوية ليها لحد ما بقت كويسة وفقت من التخدير، وقلنا له ان هو يجي تاني يوم ياخدها. كتبنا له طبعا، اخدت الادويه بتاعتها اللازمه، وكتبنا له على الادويه اللي هو يديها، وعرفناه ازاي يدي الادويه، عرفناه يعمل ايه، يحطها فين، يحطها في كيج عشان ما تطلعش، لان لما بتتحرك ممكن الكسر لا قدر الله يحصل له حاجه او الشرايح تتحرك من مكانها او تطلع، فلازم يبقى في كيج ريست على الاقل لمده شهر. هو الراجل كان متفاهم وكان عارف كده وكان مقدر وساعدنا كتير. قلنا له على الادويه، ادى الادويه، قلنا له على الكيج ريست كان مخليها دايما، حتى عمليات العلاج الطبيعي برضو، عمليات العلاج الطبيعي عندنا مش كومن عندنا، حتى في القطط والكلاب مش كومن كتير، بس عندنا في مركز او اتنين في مصر كلها ممكن يعملوا العلاج الطبيعي، بس في الطيور بتبقى مش كتير زي الحيوانات. فعملنا الحاجه البسيطه دي اللي هي زي مخده او وساده، وبننزل عليها رجليها عشان بحيث انها تحمل على رجليها، وطبعا هيستمر في العلاج الطبيعي دي لمدة شهر او على الاقل يعني اسبوعين. وبعدين بعد العملية نفسها وبعد ما نشيل الشرايح بإذن الله لو تم الالتئام، هو طبعا اوصيناه بالمتابعة الدورية معانا، هيجي هنشوف حالة الكسر، هنعمل له اشعة تاني، هنشوف هل الكسر التئم ولا ما التئمش، محتاج وقت ولا مش محتاج وقت، محتاج ان احنا نسيب الشرايح ولا لا، احنا ممكن نشيلها بعدين وندخلها تخدير تاني، انما العلاج الطبيعي هيستمر برضو بعدين. هو برضو الحاجة اللي خلتنا احنا سعداء والحاجة اللي فرحتنا ان الفرخة لما راحت الفرخة مستجيبة، فرخة بيت بتاكل، الفرخة يعني هو فرحان جدا ان في حاجة زي كده حصلت وانقذ بيها الحاجة اللي هو بيحبها، يعني هو مهما كان هو حاجة بيحبها وعايزها، مش حاجة مثلا هو لا سهل ان هو يفرط فيها يعني. فالحمد لله، الحمد لله فضل ربنا وتوفيق ربنا ومساعدة زمايلي، الحمد لله قدرنا نعمل كده، وما كانش لا استعراض عضلات ولا كان استهتار ولا كنا بنجرب ولا كنا بنعمل من باب عدم المعرفة أو أي حاجة من الكلام اللي هو بيتقال، لأن الكلام اللي طلع كان كتير، وأنا تابعت التعليقات بنفسي في كل الكومنتات، في كل الصفحات، في كل مواقع التواصل،
كان في دايما استهتار، وانا ليه اذبح ما اذبح الفرخه، ما انا اعملها شوربه، طب ليه ما نعملهاش مشوي، طب ليه ما نعملهاش، ما ينفعش يعني الكلام ده. يعني هو الراجل حاجته، يعني انا بره مصر شفت كتير، يعني ضفادع، سحالي، فراشات، اي حاجه، اي حيوان بيتربى، وحيوان ممكن تبقى انت يعني لو شفته ما يبقاش ليه لازمه بالنسبه لك، بس هو بيربيه وهو حاجه بيحبها، حاجه بيحبها كحيوان اليف ومعاه في البيت وتعود عليه. مش سهل ان هو يضحي بيه، او سهل ان هو يذبحه، وسهل ان هو يموته. يعني انا شفت برضو كتير بره مصر، وهنا في مصر بس مش كتير، يعني ناس بتربي ارانب، ناس بتربي فراخ، ناس بتربي بط، ده الكلام ده في البيت معاهم، مش بيربوه كحيوان بره في عشه مثلا او فوق السطوح او بيسيبهم في الشارع، لا ده هو في البيت، وممكن كمان يجي يناموا معاهم على السرير يعني، وعادي بيحبهم وبيحبوه وبيجي ياكلوا من ايده. شفت كتير زي كده، ويعني بقول يعني سبحان الله برضو، يعني لدرجه ان انا برضو شفت البقر بيتربى برضو كانه حيوان اليف، والحمير، لحد في بعض الممثلين المشهورين بيبقى عنده حمار في البيت بيربيه كحيوان أليف، معزة بيربيها كحيوان أليف وبتقعد معاه في البيت وتجري في البيت وتروح في البيت. فمش معنى إن الحيوان إن الحيوان ده ما بيحسش، أو إن الحيوان ده لا، يعني أنا ممكن أعمل أي حاجة فيه. زي برضو بعض الفيديوهات اللي بتنتشر، اللي حد بيعمل حاجة للفرخة مثلا، أو حاجة حد بيعمل حاجة للقطة بيعذبها، يعني أفعال مش عايز أتكلم عليها كتير، يعني لأنها بتنتج عن أفراد يعني مش سويين. بس يعني إحنا فعلا يعني لو تقدر تقول طب الإنسانية فعلا، إن أنت بتتعامل مع حاجة ما بتتكلمش، وحاجة روحها في إيدك، يعني أنت اللي بإيدك القرار، هي يعني ما بتتحكمش في قرارها، أو الأونر برضو بيبقى مصدقك ويبقى واخد قراره على أساس قرارك، مش يعني قدام اختيارات بقى ان هو لا. وغير كده احنا الوسائل عندنا، الفحص ووسائل الامكانيات عندنا نفسها بتاعت الطب البيطري بتبقى قليله ومحدوده، فاحنا ما بنعرفش نتحرك كتير. يعني انا مقاس الشرايح والمسامير غلبت لحد ما لقيت مقاس الشرايح والمسامير نفسها دي عشان اعرف اعمل العمليه، فالامكانيات محدوده عندنا، وبنحاول نشتغل في اقل الامكانيات، والحمد لله بنقدر نعمل حاجة. وغيري مش بس أنا، في غيري أمثلة كتير بتفيد البلد وبتقدم حاجة وبتفيد الناس وبتقدم خدمة للحيوانات ممتازة، وفي رحمة، بس محتاجين اهتمام شوية بالطب البيطري عشان يبقى حاجة كويسة وحاجة محترمة وحاجة نفتخر بيها قدام نفسينا وقدام الأجانب، وحاجة تخلينا يعني نعمل حتى مصدر دخل لبلدنا. يعني أنا متوقع إن الحاجة دي مثلا انتشرت كتير، حتى بتبقى مصدر للسياحة لما يجي يتنشف الأخبار إن البلد مثلا كذا عملت عملية الفرخة وعملية عظم، لا إحنا بلد كويسة. لأن برضو في موضوع انتشار السموم وقتل الكلاب أو قتل الحيوانات أو الأفعال اللي بتتعمل ده كله بيشوه صورنا، خصوصا في الأماكن السياحية اللي زي عندنا زي البحر الأحمر. فالحمد لله توفيق ربنا يعني، والشكر لله احنا قدرنا نعمل كده، وشكرا لك يا استاذ ابراهيم، وشكرا لكل القنوات.